طيب تمام. والدي متوفى، أخي مقيم بالخارج، أمي وأختي يريدان السفر للفسحة وأنا مشغول، هل يجوز أن أوصلهم إلى مكان الفسحة ثم أتركهم للإقامة ثم أعود لأخذهم؟ المكان فندق آمن به خدمات مستلزمات الحياة، يعني يستطيع المقيم فيه أن يبقى فيه دون الحاجة إلى الخروج. أرجو ألا حرج فيما ذكرت. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الأصل ألا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، ويجوز عند إذن الزوج أو الولي وتوافر الرفقة المأمونة وانتفاء الريبة سفر المرأة بدون محرم لحاجة معتبرة كحضور ملتقيات إسلامية نافعة أو صلة رحم أو حقوق لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوى ونحوه، إن كان لها محرم في بلد الوصول أو أمنت فيه الفتنة كحالة السؤال. كان لها محرم في بلد الوصول أو أمنت فيه الفتنة، وأنت جزاك الله خير أنت ستوصلها يعني بنفسك، ستبقيها في مكان آمن ترجع تأخذها. أرجو ألا حرج فيما ذكرت، بارك الله فيك.